مرحبا بكم، غنوريكم واحد الجلده مرسيدس يعني سبورت بارك الله ناضيه. مرحبا الجلده اللي ما قدرش يشري الكلاس الجي يشري الجلده، راه هي الصغير هي الكوبي ديالها. كاين المرسيدس خطير الله مبارك صنعت كلشي. المهم الجيل كراكم عارف الجي كلاس جي انتم عارفينها غاليه في سانس، اللي ما تيقدرش على هذيك يشريها ب 400 مليون ولا ب 200 ولا ب 160 مليون بونو كازي ويشري هذه ب 17 مليون ونص الله يجعل البركه. ها هي الدوبل دوا ديزاين بحال ديال كلاس الجي، جي كلاس تيقولوا جي كلاس. هذه الجيل ك 320 رباطيه صباغ الدار، نقي الطوموبيل بزاف نقي بزاف، هذا هو اللي نقول عليه الطوموبيل مع صباغ الدار ونقي بزاف. وبنوات عاد راه كبير رونفلات جديد 6000 درهم للبنو ميشلان وجديده. باش الفيديو ما نطولش عليكم باش تتبعوا معنا الشرح حتى الاخر ديال هاي مرسيدس. شو الطابي كي مازال 2009 هادي امبورتين مازال جديد الطابي ما تستعملش حتى، هذا مازال الميكا بغيتش نقلع هاد الميكا هادي. جديد جديد بمعنى جديد عرفتي سميتو الكريك عمرو ما نسيتو الكريك مازال بالكتاب ديالي ما الكتاب شي مازال جديد الكتاب جيلكا جي سير كلاس هاهوما الكوفلور كلشي الكريك مازال جديد عمرو ما نزل 2009 اللي كانت عندو خرجها مخطيناه مركبش عليها بزاف وراجل النقي كان تيدير كلشي في الوقت هادو اهم حاجة كلشي خدام. نطولو عليكم الفيديو ولكن عاد تستافدو انا كنقول اللي كاين بحال كنشرح لواحد وقف معايا ولا جالس معايا والله ما تنحسبش راه كنصلح حاجة. هاهو هادي الومنيوم اللهم بارك خطير خطير عطا طاسحه صحيحه الطوموبيل صحيحه بزاف يعني عمليه 100% واللي فوق من هادشي كامل النقا النقا والكوير جديد يعني ما تقولش انت 2009 في النقا اللي فيها. الكيلومتراج ديالها ضاربه 125000 حيت بلاد ماشي ديوانه امبورتينه في 125000 كيلومتراج ديالها كلشي كلشي مازال خدام. كنعاود نقول 125000 في الكيلومتراج اوريجينال والموديل 2009 امبورتيناف يعني جات زيرو كيلومتراج سيركوموند ولا كيفاش تيسميوها. المهم حنا تنقول امبورتيناف فهمتي بارك رادار القدام والنور يعني كانت فيها واحد العموريه خطيره الدوبل طوا يعني في 2009 جابت واحد العموريه خطيره. القدام ديالها هو هذا بارك رادار حتى في الجناب بارك رادار وصباغ الدار تنوات ميشلان جداد بربعة مرولاوش هاد البنوات كاع مزال جداد. كاين فوط واحد هما هادو طايرين هادو ديال الريح هادو ملي طايرين صيفطت عليهم الله ماشي كانوا غير مهرسين هنا مشقين حيدتهم مشيت نجيبهم من لافيري ان شاء الله بونو كازو. ليتوش ممحيانش المرسيدس معروفة اللي كانت عليها الخدمة بزاف ليتوش تيتمحاو اللي مدوز المرسيدس راه يفهمني. ها انت هي الكرسي شي شويه باقي جديد يعني 2009 والطابي باش تعرف الطوموبيل ما مكرفصاش الطابي ديال الدار مازال فيها ديال لا ميزون. شنو مازال
مازال الموتور اللي مهم هو الموتور. نشيلو الكابو بالزر كربون. هادو هما اللي قلت لك طايرين بجوج، ماشي مشكل ان شاء الله نجيبوهم ولا نحيدو فلوسهم. لي باليت باليت هما كروز اوتوماتيك ليكرون، الكيلومتراج ديالها 125000. والحقيقة ديال النقا كتبين هادشي، يعني فهمت الكيلومتراج حقيقي، كلشي خدام. طابي ديال لاميزو مازال فيها ديال الدار، إدارة كرومي هنا مكاينش تكرفيس كاع، مع الناس ملي تيجيو دابا تيطلعو تينزلو برجليهم هما اللي تيهم الطوموبيل راه ماشي حابسة. دابا الضريبة خلصتها على الضريبة 6000 درهم، هادي المهمة، هادي راه 11 عود، يعني 6000 درهم. في 6 الموتور اللهم بارك، الموتور مازال جديد، يعني لي زيغراف ولا هادشي اللي طاير هو المهم، هو هاد لي زيغراف هنا يعني بحال هاد لي زيغراف هادو ميكا لي زيغراف. شوف مرسيدس حيت هاد البلاستيك ديال المرسيدس كيطيب كيتهرس داغ ملي كتكون ضاربة الطريق، وهاد البلافو كيطيح، هاد البلافو كيطيح، هاد البلافو هو المهم، كاينش كاع شي حاجة سميتها طياب. البلافوات الاخرين تتقيس هنا البلافو هادي تلقاه موسخ، ها يدي نقية، الطوموبيل الله نقية بصراحة. ناس كيتهلاو، كاين شي ناس كيتعاملو مع الحديد زوان، وكاين شي ناس كيكرفسو، هادشي اللي كاين، هي مسألة اليدين. ومرحبا، وكان معكم مصطفى عند أوتو ولد رحيمو. هادي راه الدوبل سوارتات بجوج، الطوموبيل تبارك الله مجبدة ونقية، ما تلقاش بحال هاد النقا دابا كاع، ما بقاش. وتقطعات هي في 2013، بدات من 2009 وسالات في 2013، دابا هاد البياسة مبقاش كتخرج، تقطعات. إوا هادشي اللي كاين، هاهي مازال عند السي مصطفى، مرحبا بكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للتذكير 125000، موديل 2009 دون بورتي ناف، الثمن 175000 درهم، في قنيطرة. جاوبونا في واتساب، مرحبا، جاوبكم في واتساب، شي تعليقات زوينة، إنسان يستافد، واللي ما شراش هاد العام يشري المرة الجاية، وإن شاء الله تكون الفايدة مزيانة. السلام عليكم ورحمة الله.